بتوحشني دي ما تنفعش تعبر عن جوايا. بحب اكلمك كتير على الفيس ما بترديش عليا، ومن ساعه ما بعت الصور النار نار نار دي وانا يا لهوي مش قادر مش قادر بحتف. صدقني من ساعه ما شفتها وانا طالب نقلي للمطاف. يا ايه يا عم اللي عملته ده ده ده؟ يا دي انت متعلم الكلام على كبر. ايام بيزي مشغول يعني. مالك قفش ليه يا جوجو؟ اصل السجاد شحها في السجن وانا عايز اعرف تشقيطها مين يا جوجو. يا جوجو ما تبصني ببق احسن، وخدم المأمور جدعانه يلاقيك حيبه مطرح ما وقاعد ويخرب بيت زبخات بيوتنا. ده كان المأمور اللي قبل منه كان عسليه، كان برقبته. طب اللي خلص لك المصلحه دي يبقى رفيقي وشقيقي وحليله بق بق بق. يخرب بيت بقك على بقه. مين شغلت معاك في الحوار ده؟ هقول لك يا جوجو، اللي مدورينها في السجن اتنين، العبد لله والواد علي طفايه لحساب البلد. وانا عايز اعمل موضوع لحسابي لوحدي. جه جه جه. واللوت ده بيخش بكام؟ نص مليون. مصلحتي بكام؟ 20%. 40%. كتير ما توفيش. طالما شحها في السجن دبلر برايس. انت بتعمل كده ليه يا جوجو؟ منفضك من دماغي. مش للدرجان دي يا جوجو. جوجو سنتكلم اليوم احبائي في الله عن الامانه. الامانه والضمير. والمولى عز وجل يقول في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله العظيم. فهل نحن أحبائي في الله نعلو بهذا التكليف؟ أم لهان عنه الشيطان كما لهان عن العديد من أمور ديننا الحنيف؟ الأمانة، الأمانة ضاعت في الناس. فإياكم والشيطان، إياكم والشيطان، إياكم والشيطان. كل لسه بيجي في سيرتك؟ إيه يا باشا؟ خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات، عايز مني إيه؟ بغض النظر على اللي بيننا، دماغك دي عجباني. بس مش عجباني، هي اللي جابتني هنا. وبعدين يا باشا أنت مسايبني خطبة الجمعة عشان تقولي دماغك عجباني، هو إيه المطلوب؟ تعرف ايه عن فتح السروجي؟ وده بقى صفه ولا مهنه؟ هنهرج يا ابني ولا ايه؟ فتح السروجي عضو مجلس الشعب، ياخد عنده حته فيلا ربنا يدينا ويديه. بس الغريبه بقى ان عنده بيانو محيرني، هموت واعرف لغايه دلوقتي وحاطه ديكور ولا بيلعب عليه. مش قلت لك دماغك عجباني؟ طب الفات غالي. نسيت اهم معلومه بقى، بس انت مش ملاحظ ان اخر عمليتين انت اللي سلكتهم له؟ وده بقى اعتراف رسمي مني. فتح السروجي محتاج العمليه الجايه، عنده قطعه اثار عايز يهربها بره. انت عارف بقى دي ثروه قوميه ومال عام. وايه اللي مطلوب منه؟ تسلمهولي. ازاي وانا بالزق؟ هقف جنبك يا باشا. انا اخر واحد وقف جنبي كنا بنشوف مين فينا الاطول، اللي بيقف جنب العباد ربنا. هنفتح لك صفحه جديده، وصفحه ثوابك دي هتبقى بيضه زي الفل، والثلاث سنين اللي انت لابسهم دول هتعدي منهم. غالب والطلب شريف، حوارك ده يخلص في ثانيه الا ثانيه. طول ما يا باشا في الخدمه العبد لله في الخدمه. بس الزرقه بس جات لي معلومات ان في السروجي هيهربك يوم ترحيلك لجلسه الاستئناف. اصيل هنسيبك تهرب. اصل انا متعاون. وتفتكر يا باشا لما سلمك السروجي هيسيبني؟ طلباتك ايه؟ لما بقول طلباتي بتزعل. قول وخلص. شريط اصلك جديد. احنا هنهرج ولا ايه؟ ههرج. انت اللي محتاجني. وبعدين ما يلزمنيش اخرج من السجن، انا لازمني اهرب بره مصر كلها. لو سمحت، لو سمحت، ده حرام. ماشي. انت مين يا انت؟ انا خيط مقطوع من كتر الشد. أهزار تحول فجأة لجد، وسؤال ملهوش في المنطق رد. أنا حد اتحول فجأة لبد، قصدي لحد. ماشي، خد عفر سيجارة. مسك نفسك يا ابني شوية. قول لي ايه حكايتك بقى؟ عشان انا ما بقتش فاهم لك حاجه. كسرت النفس وحشه. اللي قدامك ده ناس خريج جامعه كامبريدج، شايف كامبريدج؟ وخدت منها درجه اكسلانس، اكسلانس، لانس، لانس، لانس.
عداني ابن الجدع صدى الصوت. وقع في طريق انسان سميته صديق، اديته الامانه، الامانه خان الامانه وخد اللي ورايا واللي قدامي. انا اللي عملت في نفسي كده. تصدق انا حبيتك انت. يو لاف مي. وهوقفك تاني على رجليك. انت قلت لي اسمك ايه؟ صابر. شوف يا صابر، انا هخليك تعمل احلى مصلحه هنا يا عمو. ده هنا بيحصل احلى مصالح. اهم حاجه تبقى حلال. طبعا حلال، بس المامور الجديد بقى منه لله. خلو سمير. خلو؟ خلو ازاي؟ اخو ماما. ده الانسان الوحيد اللي وقف جنبي في وقت كل الناس كان بتنهش في الاحمي، في الستريت، الطرقات. تصدق انت وقعت من السنة. شوف يا صبر، انا هعمل معاك احلى مصلحه، مصلحه بمليون جنيه، وهعرقك بتلاتين في المية. يا عمو كلامك غريب، غريب قوي. انا مش فاهم حاجه من الكلام ده. يعني ايه مصلحه وهعرقك؟ مصلحه يعني بيزنس. اوكي. وهعرقك يعني هقبلك. يا يا لا عمو سوري، ما اقصدش يا يعني موافق، بس بالامريكان. شوف يا صبر، باختصار احنا عايزين ندخل سجاير جوه السجن هنا. يا اوكي، بس انا عارف ان السجاير دي مضره بالصحه. صح، هي فعلا مضره بالصحه، بس حلال. خلاص يا عمو، اللي تشوفه اللي تشوفه. جيب مي فايف حبيبي، دي وعهد الله. جيب مي فايف كده. هتلاقيني مكمره لك الموبايل في اخر الحلقه في قلب الرز. رز؟ تسلمي يا غاليه. ما بقتش فاهمه دماغي انا من ساعه حلقولي هنا، حتى انا ما بقتش فاهم دماغي، بقيت راجل فضائي يا ليلى. يا حبيبي يا عم خليك معايا بقى. السروج عارف ان انت عندك جلسه يوم الخميس، وبيقول لك ما تخافش، هو في ظهرك هيهربك، علشان كمان عايزك في عمليه جديده. اصيل قول له صبر عارف انك انت قدها ودود، واللي ظهر ما بتضربش على الله، وكمان بلغه ان الحكومه عينها عليه. حصل. والنبي انت غلبان. غلبان؟ انا غلبان قوي يا ليلى. ما تجيبي بوسه بقى، ده مش موضوع. بتلمي ايدك يا راجل، احنا قاعدين وسنين. ايه يا بنت انت وحشاني يا بنت. في ايه يا عم صابر؟ ما تحترم وجودك. ايه يا عم انت، دي مراتي وانا شريتها. وبعدين بس ده يرجع ولا ايه؟ مش لما انت ترجع. يا رب يا حبيبي. يا رب ارجع عليا. انا بقيت مخلوق فضائي. تفتكر هفضل في المريخ؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت ازاي هتدخل من غير ما تخبط؟ الو يا سياده مأمور. يا خالو. خالو مين يا؟ لا مش انت خالو، هتتبرى مني. يا خالو اسمع. طب ما انت فاكك اهو، امال قامت علينا ليه؟ ولا انت جبت الكلام ده منين؟ مش هقولك، انا زعلان منك، عايز تسيبنا وتروح المطافي. لا المطافي يا ما تبصليش كده بقى يا خالو. طب اشير وخالي اللي مشتري يتفرج يا خالو. خالو تعالي. يا بارنس. تقول عايز ايه؟ بارنس انا ابتديت اف منك. ليه يا لولا؟ جبتني هنا ازاي؟ عملت لهم لطه كبيره هنا، خصوصا بعد الزياره الاخيره. جننتني، وبعدين مش عارفه اخرج لك، فقلت بقى تجيبني هنا. بالظبط يا لولا، الزنزانه نورت. ورا ابن سايبي. بجد يا لولا، معقوله تحبيني زي الاول بعد ما تحولت انسان فضائي؟ بحبك في كل حالك. مش مصدقك هنا. الزنزانه دي هتولع لاعلى من خالص. وداني اقعد يا احلى مفاجاه يا لولا. لا سحر ولا شعوذه. امسكي امسكي يا بت. ايه دول؟ 300,000 جنيه. جبتهم منين دول يا صبر؟ ربيت لولا ما بينساش حد. اسمع يا بت، مسير عقرب الساعه ده هيلف على ساعه، هنبقى في حته تانيه خالص. وانا هخرج بيهم ازاي بقى دول ان شاء الله؟ في ثانيه الا ثانيه، نفس العربيه اللي جابتك هي اللي هتوديك. يا بنت انت مرات جوجل.
عايزك بقى ما تنسيش تعدي على ام رحمه بجهز بينها رحمه والست دي ليها فضل عليا كبير قوي. فضل ايه بقى؟ رضعتني وانا صغير. يا حبيبي طول عمرك اصيل وما تنساش الواجب ابدا. هنعمل ايه بقى؟ الناس لبعضيها. وما تنسيش برضه الله يبارك لك باكو كمان للبت هدى. ليه بقى دي كمان ان شاء الله؟ دي رضعتني وانا كبير. نعم. هنعمل ايه طيب؟ سيد عثمان اتحرك يا ابني. فندم. خالو يا خالو. خالو البضاعة فين؟ في زنزانتك يا عمو. بضاعة بنص مليون جنيه تسيبها في الزنزانة؟ أعمل إيه؟ خالو قال لي كده، بس هو قال لي إن السجاير حرام. لا يا حبيبي مش حرام، يا بس مش مستحبة. الحمد لله يا رب. تقيلي بقى عشان رايح استئناف، يا رب أخرج. ربنا معاك يا صابر. خد بالك إحنا عندنا شغل كتير. صابر سيد علي الطمان. افندم. ابراهيم محمد احمد. افندم. الصلح حسين هيديك مفتاح الكلبش وانت تركب عربيه الترحيلات، وهو برضو اللي هيفتح لك الترباس لما تيجي تهرب. Can't feel that stuff.